سعيد جدا بوجودي بمدينة الثقافة، هذا المشروع الحلم الذي يتحقق بكوني مدير قطب المسرح، مدير فني لقطب المسرح والفنون الركحية، اللي من خلاله نشرف على كل ما هو تظاهرات فنية وإقامات فنية، وفي علاقة مع مراكز الفنون الدرامية والركحية الجهوية. في القطب هذا بطبيعة الحال نحن نستقبل العروض المسرحية التونسية وكذلك العربية والدولية. الفاتحة نتاعنا باش تكون إن شاء الله 27 مارس، نحتفلوا باليوم العالمي للمسرح، وين نلقي البيان نتاع اليوم العالمي للمسرح، وكذلك طلبنا من رجل مسرح تونسي باش يكتب لنا بيان المسرح الوطني. كذلك نطلق جائزة الإبداع المسرحي، ونخصصها هذه السنة للكتابة المسرحية. بطبيعة الحال هناك عروض في تلي الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، وهو مهرجان أيام مسرح المدينة اللي إن شاء الله باش يكون من 27 مارس إلى 2 أفريل. بطبيعة هالدورة هذه باش يكون فيها ندوة فكرية دولية يشرف عليها أساتذة ودكاترة ونقاد من تونس ومن خارج تونس، عنوانها المسرح التونسي قراءات من الداخل وقراءات من الخارج. كذلك بهذه المناسبة هناك دورة تكوينية للسينوغرافيا، وكذلك دورة تكوينية في الإخراج، استقدمناهم من خارج تونس، من بلجيكا ميشيل تانيغ، ومن لبنان الشادية زيتون دوغان على السينوغرافيا. هذه البداية نتاعنا، لكن احنا نقول أن المسرح في تونس لابد أن نزيد نطوروه باش بالنقد وكذلك بالبحث. فلذلك هناك مختبر المسرح جديد وهو مسرح المدينة، هذا ان شاء الله لي دكتوران باش يكونوا موجودين معنا باش يهتموا بالمدونه المسرحيه التونسيه. من بين المهرجانات هناك مهرجان المسرح الجهوي بالتعاون مع مراكز الفنون الدراميه والركحيه بالجهات، وهذا ان شاء الله ينتظم 3 مرات في السنه، يعني كل 4 شهور نعملوا 3 ايام مسرح جهوي بالمدينه. كذلك هناك مسرح الشباب، ويعنى بالمسرح الهاوي. بطبيعه الحال هناك عروض نستقدمها من كامل انحاء الجمهوريه، وكذلك هناك دورات تكوينيه ميدانيه في التمثيل والكتابه والاخراج، ويعني كل ما هو تقنيه. الهام بالنسبة لنا وأنه يكون عندنا موسم مسرحي جيد، فإلى جانب أيام قرطاج المسرحية اللي هي الحدث الهام في تونس بالنسبة للفن المسرحي، هناك عديد التظاهرات، ومنها أو لعله أهمها الخميس المسرحي، وهو كل يوم خميس هناك مسرحية ستعرض بمدينة الثقافة. كذلك هناك المهرجان أو تظاهرة المسرح العالمي بالمدينة، وهي استضافات لأهم التجارب المسرحية من اليابان، مسرح النو، وكذلك من الهند الكتاكالي، وكذلك المسارح البارزة وأهمها المسرح الإنجليزي والإيطالي. هذا إن شاء الله باش يكون دائما في الأسبوع الأول من شهر فيفري من كل سنة. هذا شيء من الأشياء التي نحلم بتحقيقها، وتابعونا ومرحبا بكم في مدينة الثقافة. محمد منير العرقي، مخرج وممثل مسرحي.